أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، ما زلنا في عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على بني شيبان. تكلمنا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أبو بكر وعلي في منازل الحج على القبائل، ودخلوا على هذه القبيلة وكان لهم يعني مكانة عليا وهيئة حسنة. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم معهم، تكلم على مع واحد منهم اسمه مفروق ابن عمرو، وبعدما سمع مفروق الكلام وأعجبه، إلا أنه ما حبش ينفرد بالرأي لوحده، فحب أنه يشرك معه آخر وهو هانئ بن قبيصة. فقال: وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقال له هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وقد صدقت قولك، وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك. على طول بيرده هانئ: لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر، لم نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعونا إليه. زلة في الرأي وطيشة في العقل، يعني خفة في العقل يعني، وقلة نظر في العاقبة، وإنما تكون الزلة مع العجلة، وإن من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقدا، ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة، فقال: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا، صاحب حربنا يعني قائد الحرب يعني. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش، وأعجبني ما تكلمت به، والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة، إنما نزلنا بين طيرين، أحدهما اليمامة والآخر السمامة. طيرين يعني الماء الذي يحضره الناس، يقول صار القوم إذا حضروا الماء، صار القوم يصيرون إذا حضروا الماء. يعني نزلنا بين طيرين، يعني بين موضعين بهما ماء نزلهما الناس، أحدهما اليمامة والآخر السمامة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هذان الصيران؟ فقال له: أما أحدهما فطفوف البر وأرض العرب، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى، وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، ولعل هذا الأمر الذي تدعو إليه تكرهه الملوك، فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول. يعني عارفين الموضوع مش سهل يعني. وأما ما كان مما يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، لأن فارس كان لها ثقل. فإن أردت أن ننصرك مما يلي العرب، يعني ممكن ننصرك من ناحية العرب بس مش من ناحية فارس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فإن أردت أن ننصرك مما يلي العرب فعلينا، يعني نفعل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، إنه لا يقوم بالدين، إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. يعني ما ينفعش تبقوا معايا من ناحية العرب ولما نيجي نخش على فارس أو غيرهم تتركوني، لابد البيعة تبقى شاملة والنصرة تبقى كاملة. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: وكانوا صدقا صبرا، صدقا يعني في اللقاء، جمع صدوق للمبالغة، يقال صدق في الحديث يعني أخبر بالواقع، وفي القتال أقبل عليه في قوة
وفلانا أنبأه بالصدق وفلانا النصيحة والإخاء أخلصهما له وفلانا الوعد، يعني فلان ده يقول لك ده فلان ده الوعد، فلان ده النصيحة يعني أوفى به، وفي التنزيل ولقد صدقكم الله وعده. نعم، قال علي وكانوا صدقا صبرا رضوان الله عليهم أجمعين، كذا في دلائل النبوة بأبي نعيم. نعم، رواه أبو نعيم الحاكم والبياقي والسياق لأبي نعيم، ذكر الحديث وفيه بعد قوله إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم ويفرشكم بناتهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال له النعمان بن شريك اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش. يعني الموضوع ده سهل، يعني ما يحصل الفتح ساعتها نسبح ونتبع يعني. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يدي أبي بكر رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية ما أشرفها بها يتحاجزون في الحياة الدنيا، يعني يحولون بين دماء الناس وأموالهم وأعراضهم ويحكمون بها بينهم بالعدل، يعني عندهم صفات حلوة العرب حتى في الجاهلين. قال ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي وكانوا صدقاء صبراء. نعم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفة أبي بكر رضي الله عنه بأنسابهم. قال فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى خرج إلى أصحابه فقال لهم احمدوا الله كثيرا فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس، قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبي نصروا. قال ابن كثير في البداية هذا حديث غريب جدا، كتبناه لما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الأخلاق ومكارم الشيم وفصاحة العرب. يعني النبي بيخبرهم يعني عن أحداث مستقبلية هتحصل. وقد ورد هذا من طريق أخرى وفيه أنهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقراقرة مكان قريب من الفرات جعلوا شعارهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم فنصروا على فارس بذلك وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام. انتهى. من دلائل النبوة يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور غيبية لسه هتحصل وتحصل بعد مدة، زي في أثناء غزوة الخندق لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول في الصخرة ويقول فتحت كسرى فتحت يعني فارس إلى قيصر المدائن الحيرة. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على الأوس والخزرج، دول اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. أخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق الواقدي عن إسحاق بن حباب عن يحيى بن يعلى قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يذكر الأنصار وفضلهم وسابقتهم ثم قال إنه ليس بمؤمن من لم يحب الأنصار ويعرف لهم حقوقهم، هم والله رب الإسلام كما يربي الفلو في غنائهم كما يربى الفلو في غنائهم، يعني المهر الصغير في كفايتهم ونفعهم للإسلام، يعني كما يربى الفلو في غنائهم بأسيافهم وطول ألسنتهم وسخاء أنفسهم، يعني طول ألسنتهم في إيه؟ في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعوة إلى الله. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في المواسم فيدعو القبائل
ما أحد من الناس يستجيب له ويقبل منه دعاءه، وقد كان يأتي القبائل بمجنة وعكاظ وبمنن حتى يستقبل القبائل يعود إليهم سنة بعد سنة، يعني في كل سنة، حتى إن القبائل منهم من قال: ما آن لك أن تيأس منا، يعني أنت ما زهقتش، ما يأستش، ما ملتش من طول ما يعرض نفسه عليهم، حتى أراد الله عز وجل ما أراد بهذا الحي من الأنصار، فعرض عليهم الإسلام فاستجابوا وأسرعوا وآووا ونصروا وواسوا، فجزاهم الله خيرا. قدمنا عليهم فنزلنا معهم في منازلهم، ولقد تشاحوا فينا، يعني تسابقوا إلينا متنافسين، يعني كل واحد كان يستأثر بنا، يعني كانوا يبخلون بأن يرسلون إلى غيرهم، يعني إيه؟ يعني يقول لك: أنا ظنيت بيك أو شحيت بيك، يعني تمسكت بيك عن غيري. ولقد تشاحوا فينا حتى إن كانوا ليقترعون علينا، يعملوا قرعة مين يبقى مع مين، ثم كنا في أموالهم أحق بها منهم طيبة بذلك أنفسهم، يعني بذلوا أموالهم عن طيب نفس، ثم بذلوا مهج أنفسهم دون نبيهم صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. الأنصار يا جماعة لهم شرف ليس كأي شرف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وأخرج أبو نعيم أيضا في الدلائل عن أم سعد بنت سعد بن الربيع رضي الله عنهما قالت: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله عز وجل فيؤذى ويشتم، حتى أراد الله عز وجل بهذا الحي من الأنصار ما أراد من الكرامة، فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفر منهم عند العقبة وهم يحلقون رؤوسهم، قلت: من هم يا أمة؟ قالت: ستة نفر أو سبعة، يعني بعدما خلصوا الحج وبيحلقوا رؤوسهم النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم، منهم من بني النجار ثلاثة: أسعد بن زرارة وابن عفراء، ولم تسم لي من بقي. قالت: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل، فقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ولرسوله، فوافوا قابلا، وهي العقبة الأولى، ثم كانت العقبة الآخرة. قلت لأم سعد: وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة؟ قالت: أما سمعت قول أبي صرمة قيس بن أبي أنس رضي الله عنه؟ قلت: لا أدري ما قال. فأنشدتني قوله: توى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لولاقى صديقا مواتيا، توى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لولاقى صديقا مواتيا. وذكر الأبيات كما سيأتي في باب النصرة من حديث ابن عباس رضي الله عنهم. وأخرج أبو نعيم أيضا في الدلائل عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه والزهري قال: لما اشتد المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا عم، إن الله عز وجل ناصر دينه بقوم يهون عليهم رغم قريش عزا في ذات الله تعالى، فامض بي إلى عكاظ فأرني منازل أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله عز وجل، وأن يمنعوني ويؤوني حتى أبلغ عن الله عز وجل ما أرسلني به. وهكذا يعني أصر النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ رسالة الله عز وجل، وإن شاء الله نكمل في الحلقة المقبلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.